السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم مشاهدي روتانا خليجية في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، نقدمه لكم يوميا. أنا ميساء العمودي في الإمارات وزميلتي خلود في الرياض وخلود وجهان في جدة. مساء الخير في البداية خلود وجهان. مساء الخير عليك ميسا، وأجدد التحية والأمسيات على مشاهدينا الأعزاء. نتمنى أن نقضي معكم ساعتين كاملتين من المتعة والفائدة، ومسي على الزميلة هنا في الأستوديو خلود النمر. خلود مساء الخير. مساء الخير جيهان، مساء الخير لميسا، مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم سيدتي. معكم أنا خلود النمر، أطل عليكم من السبت حتى الجمعة بفقرات وأخبار ومواضيع متنوعة وشيقة، وأنتقل أيضا أمسي على الزميلة خلود الجابر من الرياض. مساء الخير خلود. تحية من القلب أوجهها لزميلاتي وللمشاهدين الأعزاء، وأتمنى أن تكون فقرتنا من الرياض اليوم خفيفة عليكم. أنا معكم خلود الجابر، سوف نلتقي بعد قليل. الآن سوف نذهب لزميلتنا ميساء. مساء الخير ميساء. مساء الخير خلود، والآن مشاهدينا نشاهد لمحة من مواضيع وفقرات اليوم. سيدة اليوم، التسيب من العمل كذب وحيل، التلعثم أو التأتأة هل هي مشكلة نفسية أم عضوية، تشكيلة جديدة من مجوهرات أنطوان حكيم، محفظة الرجل عرضة لسطو المرأة، الفاكهة غذاء للنفس والحياة، كيف تتعامل المرأة مع ضغط العمل؟ المرأة أكثر تسيبا في العمل من الرجل، اتهام دائما ما نسمعه في دائرة المرأة العاملة. فمثلا تحولت الإجازات المرضية إلى شماعة للهروب من العمل، فإدعاء المرض بات سببا للتحايل على الالتزام ومواعيد الحضور والانصراف. نتابع. إذا دقت ساعة المنبه إيذاناً ببدء يوم عمل جديد، نغلق الهاتف ونجذب الغطاء لنعاود النوم ولو لدقائق بسيطة، نتسابق فيها مع فكرة التغيب عن العمل. ماذا ستقول لرئيسك؟ إلا أن فكرة زيارة الطبيب للحصول على إجازة مرضية هي الأفضل لضمان حبكة القصة. وفي جولة استطلاعية حول فكرة التغيب عن العمل بحجة المرض، اتهم الرجال النساء بأنهن الأكثر تحججاً. لازم يكون المرأة رجال، النساء ملتزمات أكثر من الرجال. الشباب المرأة يمكن، والله لا المرأة طيب واجد. لا الرجال أعتقد. بالشغل أنا بشتغله يعني KFC ما في كتير صبايا، سو الشباب. لربما حاجة الموظف للراحة أو الحصول على فرصة التقاء الأصدقاء صباحاً تدفع بهم للكذب بحجة المرض، ففنجان القهوة الصباحي في المقهى أجمل من البقاء لساعات طويلة بين جدران المكتب وضجيج الناس، إلا أن هناك من فضل أن يعترف بعدم رغبته بالعمل دون اللجوء للكذب أو التمثيل. لا الكذب محله، كذب محله، لا كذب محله، من أي كل شيء كذب محله. لا أكيد لا، أكيد لا، بجيب مزور مشان أغيب نهار، أكيد لا. لا بالنسبة لهيك لا، ما الواحد ما عنده ضمير وكذا، لا يعني مريض مريض بيجي برابور، أما مش مريض الواحد لا، بس نحن شوفيري التاكسي يعني. لا طبعا ما أرتاح لها، ضميري ما يرتاح لها، ما أنا أحب رجل عملي، أحب يعني الرجال كذابين، النسوان صراح. لا ما بجيب رابور مزور كمان فرس نهار. لا ما بجيب رابور مزور، أحيانا أعملها إذا كنت مشغول. لا 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 ما بكذب. لا actually I'm a manager so ما بعمهلك شيء يعني. التقصير والتغيب عن العمل موضوع يسرنا أن نناقشه مع ضيفتنا الاستشارية الأسرية وخبيرة التنمية البشرية الدكتورة نوال الكتاتني. أهلا وسهلا بك دكتورة نوال. دكتورة نوال خليني أبدأ معك من السؤال اللي طرحناه، هل المرأة أو الرجل أيهما أكثر تسيب في العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا أنا مش بقيس مين أكثر من مين، بس هو المتعارف عليه أنه يوضح لي المرأة بما أنها بتاخد أجازات وضع، بتاخد أجازات للمرأة أنها بتراعي أولادها، فبيتعارف أن هي بتكون أكثر من الرجل. لكن في بعض الأماكن وفي بعض العمل أنها بتكون أكثر التزاما من الرجل في بعض الأحيان، وليست أقل تسيب نهائي. طبعا أنا أرفض هذا الكلام، لكن في بعض الأحيان ممكن تكون كثرة الأجازات وليس أنها تكون في تسيب. الأجازات اللي هي الرسمية اللي معطينا هي حقها يعني. بالضبط. وهذا شيء طبيعي إذا كان يعني الرجل أكيد ما حيفوت 30 يوم في السنة إنه إجازته الرسمية. لا طبعا. معناته ما فيش واحد فيهم أكثر من الثاني. لا، ما فيش حد أكثر من حد، هي مقولة أنا أعترض على ذلك. عندي التدريس، هيئة التدريس أكثرهم من النساء، ومع ذلك ملتزمات بأوقات العمل ومذيعات وغيره وغيره، فبتلاقي كلهم ملتزمين إلا منهم قلة، لأن أنا أرفض أصلا الحكم على أي حد. نعم. التعميم مرفوض. خلينا الآن نبدأ نناقش أسباب التسيب والهروب من العمل. إيش الأسباب في رأيك؟ والله أنا في رأيي أنا ومن خلال الدراسات ومن خلال خبرتي ومن خلال مؤتمرات بنحضرها، إني أكثر شيء من خلال ممكن يكون الموظف متوتر، عنده توتر نفسي في خلال العمل، فبالتالي بتلاقيه غير مؤهل نفسي للذهاب للعمل. ده شيء. تاني حاجة عدم حبه للعمل، ما فيش رضا وظيفي، ما عندوش قناعة، ما عندهوش ارتياح في العمل، وما عندهوش رضا، بيحس ان هو ما فيش تطور وظيفي، كل يوم في روتين هو كل يوم، فبيحس ان هو راح ما راحش نفس الموضوع ونفس الروتين، فبالتالي بتلاقي ان هو بيتغيب عن العمل، مش حابب يروح العمل لان ما فيش تطوير، فيش تطوير ذاتي، وانا بقول كمان من داخله هو وليس كمان من العمل بحد ذاته، ممكن التطوير مش داخل الموظف نفسه. ممكن احيانا يكون في عدم تقدير من المدير لعطاء الموظف يخليه احد الاسباب. اكيد ده سبب من الاسباب، لكن انا دايما بنظر الى نفسي انا، لقناعتي انا، للشيء اللي انا ببقى عايزه اطور نفسي فيه. دايما انا ما بحبش اعمل اسقاط على الاخرين، دايما انا بكون انا اللي ملتزم، انا اللي عايز اكون اطور من نفسي، انا اللي اكون افضل، ولا انتظر الاخرين حتى يحفزوني. الانسان بطبيعته بيحب التحفيز اكيد، لكن لا انتظر التحفيز الخارجي. طب هل انت مع العباره حب ما تعمل كي تحب، او حب ما تعمل كي تحب، تحب ما تحب؟ طبعا اكيد، هو طبيعي اي انسان بيحب العمل بتاعه طبيعي هينجز فيه، هيطور فيه، هيبدع فيه، هيحبه، هيكون شيء كبير فيه، لانه عنده داخليا بيحب هذا العمل، فاكيد داخليا طالما انت بتحب لازم تحب اللي انت بتعمله. لو انت ما حبيتش الشيء اللي انت بتعمله عمرك ما هتتطور، عمرك ما هتنجز، عمرك ما هتكون انسان افضل، هيكون عمل كريه بالنسبه لك، فبالتالي هيكون في نفور داخلي وغير متطور في العمل. طيب في العالم العربي معروف انه كثير من اللي يتخصصوا في مجال ويشتغلوا في مجال ثاني، قديش هذه الاشياء كمان تخلي الواحد ربما يكره شويه او يعني تكون سبب من اسباب تغيبه واهماله؟ بص هقول لك حاجه، دي ملخصه في كلمه واحده، هو الانسان ما عندوش هدف. هو الانسان اللي بيتخصص في مجال غير مجاله اوكي ما فيش مشكله، ده عادي بيحصل كتير، لكن هو بيتخصص اجباري بدون ما هو يكون بيحبه، ده انسان خلاص ممكن يكون عنده ضغوط ماديه، فبالتالي او ضغوط عائليه او ضغوط عائليه، فبالتالي التزم بعمل هو بالنسبه له مش بيحبه. لكن لو هو خلاص لازم يتكيف مع الوضع اللي هو فيه، من خلال تكيفه هيكون افضل، فطبيعي الانسان لازم يكون بيحب اللي هو بيعمله. أكيد. بس يعني انت في رايك الحل انه يتكيف، مو الحل انه مثلا يروح يبدا يشوف الشيء اللي هو يحبه ويغير حسب عليه. الضغوط اللي عليه، حسب الضغوط اللي عليه، لو هي في الاساس ضغوط ماديه قويه وما قدامهوش غير الحل ده أمامه، فبالتالي بيتكيف معه وبالتالي يبحث عن حلول أخرى، لازم يلاقي حلول أخرى، بدائل أخرى، وليس أنه يترك نفسه في شيء وفي مجال وفي كارير وفي مربع مغلق من خلال أنه هو خلاص تقبل هذا الوضع، فلازم يتقبله لحد آخر عمر. طب خلينا نروح على دور الأم في هذه النقطة تحديدا. يعني المدرسة غالبا ما بتوجهنا فين نروح المفروض وش تخصصاتنا، رغم أن المدرسين المفروض هم أكثر ناس عارفين الطالب فين المفروض يكون، بس دور الأم في توجيه أولادها عشان يختاروا التخصص اللي ممكن يبدعوا بعدين وما يتهربوا منه مستقبلا.
اه جميل، سؤال حلو قوي، جزاكي كل خير. انا عايزه اقول معلومه حلوه قوي، ان 90% من شخصيه الطفل بتتكون من خلال السبع سنوات الاولى. ومن خلالها انا بقدر اعمل فيه مفهوم ذاتي جديد، ومن خلاله ان انا بيتقبل بيدرك بيفهم. ومن 8 ل 18 سنه بيبقى 10% من تكوين الشخصيه انا اقدر العب فيها في هذه الفتره، من خلال الاقناع والغير عنيف، الاقناع المحبب، من خلال ان انا اقوي مهاراته، اخليه عنده علاقات اجتماعيه، اخليه يحب يقرا كتير، اخليه يتخذ قرارات. اهم حاجه وجميل جدا ان اصنع فيه، مش هنقول اخلق فيه، الخلق لله، نصنع فيه حب القياده. لو انا حبيت ابني ازرع فيه القياده والقيم من خلال كيف يتحل مشكلات، ان انا اعطيه المسؤوليه، ان انا اخليه يبدا ان يطور، اشوف هواياته بيحب ايه. مش شرط ان هو بيبقى اوكي ان هو متفوق في دراسته يبقى هو لازم يطلع لي مهندس او صح. دكتور صح. في كتير مهندسين، في كتير دكاتره، بس كم عالم، كم انسان مبدع في مجال محدد صح. انا المفروض انا اكون عندي توجيه، عندي اشراف، اشوف ابني بيحب ايه وابتدي انمي هذا الموضوع فيه. من خلال بقى ان انا اخليه يشترك في مسابقات، ان انا اشوف هو بيحب ايه، اخليه يلعب رياضه، يتعرف بالناس، يخرج يشوف، يختلط بالناس. كل ما يختلط بالناس اكتر كل ما يقوي فيه حسن الادراك وحسن التفكير، فبالتالي بيقدر هو دايركت ان هو بيمشي على الخط او السير اللي يكون افضل ليه. طب خلينا الآن نرجع تاني لموضوع المرأة في العمل. طبعا معروف أنه النساء إذا اشتغلوا مع بعض يصير في بينهم مشهدات. المرأة المديرة إيش نصيحتك لها عشان ما تصير في غيرة ومشهدات ومشاكل؟ الحمد لله أنا عندي مديرة كتير رائعة شروق. جميلة. هو هقول لحضرتك عشان ما يبقاش في مشهدات، هو أوريدي طبعا هو المتعارف عليه، وانا سالت ناس كتير قالوا لي طبعا المراه بتحب يكون رئيسها يرقصها بمعنى اصح رجل. فبالتالي يكون ايه، لازم يكون في تواصل. اهم حاجه انا يكون عندي قدره على التواصل مع الاخرين. لو انا عندي، ازاي بعرف اتواصل، ازاي بعرف يكون عندي حوار جيد، ازاي اعرف احتوي الاخر، فبالتالي مش هيكون في اي نفور، مش هيكون في اي غيرة، مش هيكون في أي تسلط، مش في هيكون في أي كره، مش هيكون في أي تنافس غير شريف، لأن أنا بالتالي عارفة إزاي أتعامل معاكي، عارفة شخصيتك، عارفة أتعامل معاكي، فبالتالي هيكون في نوع من الإيه، الحوار الناجح، ويكون في نوع حب العمل كمان. أها. وهل الرجل كمان بيحب إن تكون مديرته العكس يعني بتمل؟ لا مش شرط. هو طبعا يعني لا طبعا، هو طبعا الرجل هيكون بالنسبة له هيرفض إن يكون في زي ما إحنا بنشوف الأفلام مراتي مديرة أو كده. طبعا هو بيحب طبعا ان هو يرقص يعني في الاخير. هذه من الاسباب اللي تردنا انه ليش الرجال هم اللي اخذين المراكز القياديه في الاعمال. لا 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 نهائي، انا بشوف مراكز يعني اذا المراه تبغى الرجل هو مديرها والرجل يبغى كمان الرجل هو مديره، ففي الاخير هذا السبب اللي خلينا نرجع نشوف في عالمنا العربي قديش الرجال متمركزين في المناصب. هو المشكله عندنا احنا وليس عندهم هم. المشكله ان انا ما بعرفش اتعامل، ان انا مش قادر، ان انا عندي فكر معين، قيمة معينة، مبدأ معين، فما بعرفش شفت مرأة هي مديرتي فبالتالي خلاص لا أنا تكيفت إن الوضع ده مش ملائم، فبالتالي يحصل فيه إيه، تضارب وتنافس وغير شريف وبالتالي مشاكل في العمل. لكن لو أنا تقبلت هذا الوضع بحب وإن أنا واثق من نفسي واثق من قدرتي واثق من إمكانياتي، وهي طالما هي اتحطت في الوضع ده يبقى أكيد يمكن أكفأ مني. لكن إحنا لينا نظرة أحيانا مختلفة وليس برضو كل إن الأفراد بينظروا نفس النظرة يعني أو كل المدراء. يعني فين الحل؟ في يد مين؟ في يد الموظفة ولا في يد المديرة نفسها؟ بالنسبة للعلاقات بين الموظفين؟ نعم. والله أنا في رأيي إن الحل داخلي من عندنا إحنا وليس الحل في شيء تاني، الحل في داخلي دايما. أي مشكلة أي حاجة لازم يكون أنا عندي اعتراف بيها. هل أنا فعلا، هل المديرة دي لو هي ترقصني في العمل هي اللي عندها مشاكل؟ هل هي تتسلط علي؟ هل بتتعمد إنها تحرجني؟ فأنا أعرف إيه الأسباب وبالتالي أنا أعالج الأمور، ولا إن أنا الواحد يرفض كده وخلاص. لازم في أسباب تدعي الى ذلك، وليس ان انا رفض 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 مجرد ان خلاص اتبرمجت ان انا خلاص ده هي مديره فخلاص ما ينفعش يبقى انا كده هقدم استقالتي. لا يعني ما تشوفش نفسها على ازاي تدي لي اوامر، ما ينفعش. لا طبعا مش شرط، ممكن هي اكفأ مني علميا، اكفأ مني اكاديميا. بعض المشاكل تحصل بين الموظفين وتضطرهم للتغيب والهروب من العمل هي مشاكل حتى في مع زملائهم، فكيف ممكن كمان المدير يكون لي دور؟ بعض المدراء كمان أخذينها فرق تسد كثير في عالمنا العربي خصوصا. كيف ممكن كمان يحل هذه المشاكل عشان يصير الموظف فعلا يحب عمله وما يتهرب بسبب زميله؟ هذه عايزة لفكرة يعني برنامج لوحده. هو هنلخصها في حضرتك، هنلخصها إن يكون عنده
قدرة ان هو يحتوي الموظفين. يحتويهم ازاي؟ اول حاجة يمدحهم، يحفزهم، يديهم ثقة في نفسهم، يمنع تماما ان يكون في منافسة غير شريفة، يمنع تماما ان ما لا يكون هناك عدم مساواة، ان انا بساوي الموظف ده عن الموظف ده، لا طبعا لازم يكون في مساواة في العمل، ده مهم قوي طبعاً. ان انا اتوقع منهم الافضل، طول ما انا بتوقع الافضل من الموظفين هتلاقي فعلا وجدت الافضل، ودي نظرية علمية فعلا، انا اتوقع الافضل من الاخرين، كل ما اتوقع كل ما هيكون فعلا رد الفعل عندي افضل. ده بالنسبة ليهم، ان انا اديهم كلمات شكر، ان انا اديهم كلمات تحفيزية، ان انا يعني بلمسة حنية بسيطة، ان انا اعمل لهم في الويك اند مثلا شيء هم بيحبوه، عشاء، عمل، احسسهم بروح الجماعة اكتر. اكيد اكيد اكيد، وفي اشياء كتير بتدل ان انا اكون فعلا موظف، ان انا امدح مدير امدح الموظفين. طيب بما انه احنا بدأنا مع موضوع التقصير والتغيير، بأنه اتهام للمرأة دائما أن المرأة هي الأكثر تسيب، مش هتظلمينا والله هي المرأة أكثر تسيب حسب هذا الاتهام الشائع. خليني أسألك أخيرا، أنه هل نظرة المجتمع لأهمية وجدية المرأة في العمل ربما سببت هذا الاتهام؟ والله يعني أنا في رأيي احتمال، فهم بيحاولوا أن هم يقولوا فكر غير موجود، لأن أنا في رأيي لا طبعا ده مش هيبقى سبب أساسي، لأني أنا في رأيي أن المرأة في الأوان الأخير أن هي حصلت على مناصب عالية جدا، وأن بالعكس فيها التزام، وفيها قدرة على حب التنافس، وفيها قدرة على العطاء، وفي بعض الأحيان عطاء بدون مقابل. وأنا في رأيي لا طبعا أن في المرأة ليها دور كبير جدا جدا، وأنا في نظري مع احترام الرجل لا يقل عن دور الرجل، بس المرأة شوية عاطفية والرجل عقلاني في الشغل أكثر. دي حكمة، بص هقول لحضرتك دي حاجة سبحان الله، دي حاجات فسيولوجية ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، إحنا في عندنا اختلافات بين الرجل، وليس أن هو عاطفيا أن إحنا ما عندناش عقل أو بنفكر، لا إحنا عاطفيا عندنا التفكير القلب أكثر من العقل، ولكن عندنا العقل، لكن الرجل هنقول أن هو تفصيلي، أن هو رجل بيحب الواقع، بيلتمس النتيجة النهائية، لكن مش هو أن المرأة عاطفية، لا دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، وليس أنها تقلل مننا نهائي، هي ما تقلل، بس أحيانا يقال أن هي من أسباب المشاكل الرئيسية في حياة المرأة اللي بتختلق مشاكل لها. هل في نصيحة توجهيها خاصة للمرأة العاملة؟ أنا بقول لها حبي عملك، قدريه، ادي كل حاجة انت بتحبيها، ادي كل حاجه، اعطي بدون مقابل، تفوقي، وخلي بالك دايما عملك لا يؤثر على بيتك، وما تسمعيش اللي بيقول المراه وغيره وغيره، لا طبعا المراه مجتهده، المراه عظيمه، المراه عندها قدرات قويه جدا لا تختلف عن اي حد، بالعكس ان هي بس ممكن يكون زي ما انا وضحت في البدايه ان يكون في كثره اجازات لاشياء معينه ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، فده بيبقى غصب عنها، لكن اساسي دور المراه مهم جدا، وان انا بقول لها ربنا يوفقك وربنا يبقى معاك ان شاء الله باذن الله، ودايما الى الامام باذن الله سواء رجل او مراه. شكرا جزيلا دكتوره ناديه، وشكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الآن راح نروح لفاصل قصير ونواصل من بعد المزيد من الفقرات في سيدتي. في سيدتي بعد الفاصل، التلعثم أو التأتأة هل هي مشكلة نفسية أم عضوية؟ أهلا بكم من جديد. يعاني بعض الأطفال من التلعثم أو التأتأة في الكلام، وبينما يعتقد البعض أن التلعثم مرض نفسي، يعتقد البعض الآخر أنه أمر طبيعي لا يتطلب للعلاج. خلود في الرياض ستلقي الضوء على هذا الموضوع، مرحبا يا خلود. أهلا ميساء، فعلا حبيبتي وفعلا مشاهدينا، فعندما تلاحظ مشكلة التلعثم وخاصة عند الأطفال فإن الاعتقاد الشائع هو أن السبب يكون الخجل أو الانطواء في أحيان كثيرة. لنتعرف أكثر على هذا المرض يسرنا أن نناقشه مع ضيفنا استشاري النمو والسلوك بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور حسين الشمراني. أهلين أستاذ. أهلا وسهلا، كيفك دكتور؟ الحمد لله، نورتنا. الله ينورك، يعطيك العافية. طيب نبغاك تعريف مبسط عن التلعثم. هو اضطراب في سلاسة الكلام، حيث أن الطفل أو الشخص يركز على أو يكرر حرف معين أو مقطع معين من الكلمة، وأحيانا الكلمة كاملة،
بحيث يكون هناك عدم سلاسة بالكلام، يتوقف عند كلمة معينة ويكررها أكثر من مرة. طيب الأم هنا مثلا إذا عندها طفل ومصاب بالتعلثم، كيف تفرق بين التعلثم المرضي والتعلثم الطبيعي؟ يعني الطبيعي هو الذي يحدث نتيجة نمو اللغة، نماء نسميه، عادة يحدث بعد السنة الثانية وينتهي قبل المدرسة غالبا. يكون نتيجة أن الطفل يتعلم اللغة، فأحيانا يتعلم لغة كثيرة من في وقت قصير. غالبا ما يسبب للطفل أي حرج نفسي ولا يكون نتيجة أي ضغوط نفسية أو أسرية، وغالبا كثير من الأحيان يتحسن يعني بدون حتى أي تدخل. طب هنا متى الأم تلاحظ على طفلها؟ يعني من أي عمر يعني تبدأ أنها يعني كيف أوصل لك معلومة أنه فعلا أنه تحتاج أنه ولده يحتاج أنه علاج، أنه حست أنه عنده تأتأة في الكلام؟ نعم، إذا كان والله التأتأة أنها استمرت لفترة أطول من اللازم، يعني أكثر من 6 شهور إلى سنين أحيانا، أو كانت مثلا بعد سن السادسة، أو أصبحت يعني تؤثر على نفسية الطفل بحيث يشعر بالإحراج ويصبح انعزالي ولا يستطيع أن يتكلم أمام الزملاء والآخرين، أو كان فيها التكرار أكثر من اللازم، يعني يكرر أكثر من 3 مرات مع جهد، يعني هي ما لها عمر محدد؟ ما لها عمر محدد، في أحيان تستمر حتى إلى سنوات إلى المراهقة أو حتى في أشخاص. طب إحنا سمعنا يقولوا أنه ممكن أنه يتعالج الطفل من سن يعني من 2 إلى 5 سنوات من التعتئة هذه، فممكن يتفاداها إذا كبر، لكن إذا فضلت معاه ممكن تلازمه للكبر، فصحة الكلام؟ صحيح، أحيانا التأخير في العلاج إذا استمرت معاه قد يكون العلاج أصعب ويأخذ فترة أطول. فأحيانا ننصح إذا كان يعني في المراحل الأولى أن بمراجعة المختصين لمساعدة الطفل على التخلص منها، خاصة إذا بدأت تسبب بعض الإحراجات أو. طيب أنت وجهة نظرك دكتور تكون إيش أسباب التأتأة أو التعلثم؟ يعني إيش السبب يكون تصيب الطفل؟ يعني هل هي نفسيا أو مرضيا؟ أحيانا تكون نتيجة عوامل نفسية وأسرية، ضغوط أسرية، تعرض لخوف، صدمة معينة قد تؤثر على نفسية الطفل وبالتالي تظهر على شكل التأتأة. أحيانا نتيجة بعض الأمراض العضوية، إصابات الدماغ، وأحيانا هناك أيضا عامل وراثي في بعض. يعني ممكن تدخل من ناحية الوراثة كمان؟ هناك بعض نعم، في بعض الأسر يكون عندهم أكثر من شخص مصابين بالتأتأة. أيوة، طيب نفس التأتأة هي لها أنواع؟ يعني في ناس احنا بنشوفهم يعني بتأتوا مثلا في الصعب مثلا بداية الكلام، في بعضهم قبل بداية الكلام بينطقوا يعني الكلام بأحرف شوية غريبة، بحال بحركات جسدية تكون صحيح مشتركة صحيح معهم. أحيانا فعلا تكون حتى معها فعلا أحيانا اضطراب، لما يحدث تأتأة يكون في اضطراب في التنفس، في تنظيم التنفس، وشد أحيانا على الشفتين والفك أثناء محاولة إخراج الكلام. أحيانا قد يكون معه أيضا حركات سواء بالعين أو بالجسم، هذا يدل أنه يعني مسببة مجهدة ومتعبة للطفل. أيه. ومع الوقت تصبح محرجة أمام الزملاء أو أمام الناس عندما يتكلم. طيب كيف بتكون؟ بتكثر كيف مع حياته اليومية؟ يعني في حالاته يكون كويس طبيعي، أو في حالاته يوم يكون زعلان كيف تكثر مع الموضوع؟ إذا كانت نتيجة عوامل نفسية تسوء عندما يكون هناك تسليط للضوء على الشخص، عندما مثلا يأتي دوره في الحديث، وعندما تسلط عليه الأضواء، يعني مثلا يقف أمام الناس، أو يكون هناك الفترة كانت فترة ضغوط نفسية سواء أسرية أو في المدرسة أو مهما يكون، هاي تزيد من حدتها يعني تجعلها بشكل أوضح. أيوة، وممكن يزيدها كمان من الأشخاص اللي حوالينه إذا ركزوا عليه أو أخجلوه في الموضوع. صحيح، بعض الأسر أو بعض حتى الأطفال قد يعلقون على يعني كلام الآخرين إذا تأتى ويصبح نوع من السخرية، هذا يصعب الموضوع ويجعل الموضوع يعني أصعب فعلا طبين باللدغة يعني في الأحرف. صحيح صح. طيب دكتور، طيب يقول يعني علاج التعلثم للأطفال يحتاج علاجات، يعني علاجات نفسية، جلسات نفسية أو جلسات طبية، أو في فرق بينهم الاثنين؟ غالبا تتكون من تدريب، برنامج علاج تدريبي في المستشفى، جلسات للطفل،
وايضا دعم ومسانده وتدريب من الاهل ايضا. ايوه. واحيانا نحتاج ايضا الى مساعده نفسيه للطفل اذا كانت نتيجه عوامل نفسيه او اسريه. صح، انت قلت لي كمان انه قبل ما نطلع على الهواء انه يحتاج الطفل انه يكون عنده اخصائي نفسي في الموضوع هذا. صحيح، خاصه اذا كان نتيجه عوامل، يعني في مثلا بعض الاسر ياتون يكون الطفل يتكلم بشكل طبيعي ثم نتج حادث معين، خوف مثلا تعرض له الطفل او موقف بدا يتاتئ. هنا تعرف انه نتيجه عوامل نفسيه، هنا لازم الجانب النفسي ايضا يحتاج مساعده للطفل. ايوه. طيب طب ايش الاضطرابات اللي تدخل في الكلام؟ في الشخص اللي عنده التأتأة ايش الاضطرابات؟ هي نفس مشتركه نفس الموضوع اللي قلناه اول بانه في الانفعالات بالاعصاب. هناك بعض الاضطرابات في الكلام تكون مشابهه للتأتأة. مثلا بعض اذا كان هناك اصابه في الدماغ او مرض بعض الامراض زي باركنسون او غيره، ممكن يكون هناك عندهم اضطراب في الكلام والمخارج والتمديد للكلام. أيوه. يكون يشابه احيانا التأتأة ولكن ليس التأتأة بشكل اساسي. يعني قصدك انه من البدايه من اول ما يتحدث يكون مثلا مو مفهوم كلامه في البدايه. نعم نعم، او حتى كلامه يكون بطيء ويمدد في الكلام نتيجه الاصابه التي لديه العضويه. طيب انت ايش رايك في الناس مثلا او في الاسره اللي يكون عندهم طفل زي كذا مصاب اوكي ولكن ما بياخذ الموضوع على محمل الجد، يعني بيهملوا فيه، ايش وجهه نظرك هنا؟ لانه يعني مو ماخذين موضوع التعلثم هذا او التأتأة انه شيء يعتبر مرض او مرض عصبي او اي شيء، بيخلوه مع طفلهم الين ما بيكبر. صحيح، هو احيانا في مرحله عمريه قد ما يشكل الاشكاليه كبيره للطفل في عمر مثلا سنتين او ثلاث، قد يتقبلونه الاهل. وايضا احيانا اذا كان نتكلم عن الاهل اللي مو ماخذينه على محمل الجد، يعني مو ماخذين الموضوع هذا على محمل الجد. المشكله انه اذا تاخرنا في العلاج قد يبدا يؤثر على نفسيه الطفل، بدل ما يكون مشكله في يعني مجرد الكلام يصبح الطفل لديه يعني شعور بالدونيه والانعزاليه والخجل من التحدث امام الناس والمشاركه مع الزملاء، يصبح يعني ممكن يدخل في حاله توحد مثلا، يعني قد يؤثر على نفسيته من ناحيه القلق يعني العزله الاجتماعيه. قد يؤثر عليه وعلى مشاركته. أحيانا بعضهم قد يرفض ظهار المدرسة لأنه الجميع مثلا يسخر من كلامه، ما يجاوب في الاختبار، يعني خاصة إذا كانت الأشياء شفهية. يعني أنت نصيحتك للأهل أنهم ما يهملوا موضوع زي هذا أبدا. أفضل يعني. أحيانا قد تؤثر على مثلا اختيار الشخص لوظيفته مثلا، طبعا مثلا دراسته، مثلا المقابلة الدراسة أو دراسته، فقد تستمر أحيانا يعني نسبة قليلة قد تستمر. وبالتالي يفضل دائما أنه إذا بدينا في العلاج المبكر يكون علاجها أسهل وفترة أقصر. إذا أيوه. ظل سنين طويلة لا زال هناك أمل وكثير يتحسنون لكنه يأخذ فترة أطول أحيانا. طيب وجهة نظرك كمان نبغى نعرف الناس اللي مثلا زي كذا أهملوا طفلهم وكبر، يعني صار بعمر راشد ورجل أوكي، أو كانت فتاة راشدة وصار عندها هذا الموضوع، كيف تنصحهم العلاج؟ يعني كيف بيبدهم على نفسهم؟ يعني مثلا كل واحد عنده طموح وعنده حلم يدخل وظيفة معينة، كيف يبدأ هو يعالج نفسه بنفسه في الموضوع هذا؟ صحيح، هنا أتوقع الاستشارة المختصين، لأنه أثناء الاستشارة يتم تقييم طريقة كلامه والتلعثم ومعرفة السبب، هل هو نتيجة عوامل مثلا نفسية أو نتيجة عوامل لا نقول مثلا النفسي، بداية النفسي كيف يبدأ يعالج نفسه؟ هو مثلا وصل عمر، قلنا يعني وصل عمر راشد، أول فتاة نفس الطريقة، كيف هم يبدوا على نفسهم بيشتغلوا على نفسهم على أساس أنه يتفادوا هذا الموضوع ويحققوا لنفسهم فيه، يعني من ناحية العمل من ناحية اللي يتمنوه؟ هو أثناء التدريب والعلاج النفسي يتم يعني المرحلة الأولى يتم يعني مساعدتهم أن يتقبلوا مشكلتهم والاعتراف بها ويتعاملوا معها، وتدريجيا يتعلموا كيف يتدربوا على إخراج. يعني تنصحهم بدورات مثلا زي الحين الدورات؟ هناك دورات، صحيح، في دورات وفي أيضا حين بعض البرامج التي تساعد الشخص مثلا على أن يكون يشارك مجموعة، يدخل أمر في يكون مجموعات دعم بحيث أن الشخص يستطيع أن يتكلم أمام أشخاص يعانون من نفس المشكلة. يعني قصدك يأخذ الثقة، يعني زي ما احنا نعرف في رؤساء وفي ناس صحيح. عندهم المشكلة لكن استمروا بحياتهم. صحيح، يزيد ثقته بنفسه ويستطيع أن يواجه.
احيانا اذا كان طبيا طبيا هناك بعض الادويه اللي قد تساعد، لكنها بشكل اساسي نرجع للتدريب في حالات معينه. هناك بعض الادويه علاجات في علاجات العلاجات نعم المريض نعم. يعطيك العافيه دكتور، احنا انبسطنا معك صراحه في الحديث هذا الشيق والقصير، وان شاء الله مشاهدينا الكرام استفدتوا من حديثنا هذا الشيق القصير. اوكي، وانا اتمنى نصيحتي لكل ام ولكل والد ان اذا لاحظوا هذا الموضوع في طفلهم لا يتفادوه ولا يتجاهلوه، لانه فعلا شيء فعلا ضروري، لانه يرجع في الاخير نفسيته على ابنائكم. يعطيكم العافيه، ونشكر دكتورنا حسين الشمراني استشاري النمو والسلوك في مستشفى الملك فيصل، يعطيكم العافية. والآن ننتقل إلى فاصل ثم نعود إليكم. في سيدتي بعد الفاصل، تشكيلة جديدة من مجوهرات أنطوان حكيم. أهلا بكم من جديد. نتوقف الآن مع صفحات التواصل الاجتماعي ونبدأ مع موقع تويتر، وفيه برز اليوم هاشتاج بعنوان متى أنسحب من الحوار. كتبت فيه مرام تغريدة تقول: حينما يخرج من مرحلة التحاور إلى مرحلة التجريح. بينما كتبت فاطمة البستكي: عندما يتم انتقاد الشخص وليس الرأي. وفي هاشتاج آخر مشاهدين بعنوان نصف جمال البنت، كتب سلطان السامل تغريدة قال فيها: نصف جمال البنت في صدقها. أما محمد الحربي فقال: نصف جمال البنت في نصفها الثاني. عموما مشاهدين، من موقع يوتيوب اخترنا لكم اليوم مقطع يعبر بطريقة ما عن رأي الرجل في المرأة، نتابع. في عيونها. عموما هذا مو رأي بس الرجال، حتى بعض البنات ينظروا نفس المسألة، ربما تكون الحقيقة ما نعرف. مشاهدين الآن خلينا نروح لحساب سيدة نت على الفيسبوك، واخترنا لكم موضوع بعنوان 10 نصائح لحماية الأطفال من الاستجابة للمتحرش. إذ أكدت المستشارة الأسرية الدكتورة سلوى العضيتان أن الطفل سيكون مختلفا تماما قبل التحرش وبعده، مما يجعل الأم تلاحظ هذا التغيير بشكل واضح من حيث حب الانطواء على الذات وعدم التفاعل في النشاطات اليومية المعتادة والشعور بالنقص. ووضعت العضيتان 10 نصائح لحماية الأبناء من التحرش الجنسي، منها تحذير الطفل من الانفراد مع أي شخص بالغ في مكان منعزل بعيد عن الآخرين. هذا موضوع مشاهدينا في غاية الأهمية، وبإمكانكم أكيد قراءته كاملا على صفحة سيدتي نت. أما من سيدة النت بس على تويتر، اخترنا لكم زوجان أمريكيان يطلقان على طفلتهما الجديدة اسم هاشتاج. الخبر نشر في صحيفة ديلي نيوز الأمريكية، والتي تساءلت إن كان هذا اسمها الفعلي أم مجرد خدعة، الأمر الذي جعل كثيرين يسخرون من الزوجين، لكن بالمقابل هنالك من نالت الفكرة إعجابهم. وسبق طبعا أن تأثر أب مصري بالفكرة في عام 2011، حيث قام بتسمية ابنته فيسبوك تمجيدا لدوره في أحداث ثورة 25 يناير. من مواقع التواصل الاجتماعي ننتقل إلى عالم المجوهرات مع مصمم مبدع له نظرته الخاصة في تصميم الساعات والمجوهرات، فهو يؤمن أن تصميم المجوهرات هو عبارة عن لغة راقية يحاكي بها قيمة المناسبة، ويخاطب أيضا بها كل من يقتني مجوهراته.
إليكم آخر تشكيلة من مجوهرات المصمم اللبناني أنطوان حكيم. احنا وي ديزاين وبنعمل ديزاين للمجوهرات. We put the best quality, the best quality for the diamond. We have our certificate. So important thing, عنا international certificate في الستور. الحلو في أنطوان حكيم وقت بصمم المرأة فيها تلبس الظهر والبسة. يعني مثلا هالست في نروح اتغدى فيه وفينا نتعشى. So يجوا هلا يدونت كي حطيت الستات وبدي يحطه بالخزنة، لا، فيك تلبسي أنطوان حكيم simplicity plus clean stone، نضيف كتير stone، وهيدا الهدف. لأنه we have new collection، المشاركة الحمد لله بالبحرين أول مرة توصل، ورح تنعرض ببيروت إن شاء الله. و new collection we have beautiful things، rose gold يعني الزهري رجع موضته، بس أكيد مفضل الوايت. الكارد stone رجع الروبي، رجع الإمرالد، أكيد بالميكس كولورز. سو الألوان رجعت، بس أكيد أنا يعني باخد إمرالد روبي. سو ذس إز ريلي من أوائلنا إنه نعمل كارد ستون. بعد الفاصل المزيد في سيدتي، ابقوا معنا. سيدتي بعد الفاصل، محفظة الرجل عرضة لسطو المرأة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نتابع اتهام آخر وجه للسيدات، وهو السطو على جيوب أزواجهن. أكيد لهن مبرر، لكن التفاصيل مع زميلتي خلود وجهان. إليكم خلود وجهان. نعم ميسا، بالتأكيد موضوعنا يعني شائك قليلا، لأنه يدق أبواب البيوت ويراقب بعض أو يسلط الضوء على بعض أسرارها. إذا مشاهدين الكرام، العلاقة الزوجية هي عبارة عن مشاركة ومسؤولية، فإذا تخلى أحد الأطراف عن هذه المسؤولية فقد يلجأ الطرف الآخر إلى بعض الطرق السلبية لتعويض هذا النقص. بعض هذه الطرق تكون عفوية، والبعض الآخر مع سبق الإصرار والترصد. سطو الزوجات على جيوب ومحافظ الأزواج للحصول على مبالغ متفرقة أمر يحدث فعلا، ولأسباب متعددة تزايدت معها شكاوى الرجال. الموضوع متشعب وله أبعاد كثيرة سنحاول مناقشتها، ولكن بعد أن نشاهد سويا هذا التقرير. الحياة الزوجية لا تخلو من المتاعب. هذه المرة يشتكي بعض الأزواج من عمليات المداهمة التي تقوم بها بعض الزوجات على جيوبهم، مما يضعهم أحيانا في مواقف لا يحسدون عليها. الزوجات في المقابل يعترفن بقيامهم بهذا التصرف للتغلب على الأزمات الطارئة أو الحصول على ما يكفي من مصروف مع زوج بخيل أو مقصر. ما قد أخذت ولا أحب إني أخذ، لأنه أحس إنه مو مجبور إنه أنا يعني أقعد كده أسرق من عنده، لأنه هو بيعطيني. بس فرض لو سويتها ممكن يكون هو اضطرني هذا الشيء. بس هي ما أرتاح، يعني إذا أخذت من جيب زوجي لازم أخبره للعلم، يعني أكيد هو ما بيمانع، بس أنا نفسيا ما أرتاح، لازم أخبره عادي. بيسأل يعني مثلا لو أخذت هيسأل أنت أخذتي وأنا أخذت خلاص انتهينا. بس في بعض الرجال لا، والله يعني الواحد ممكن يتصرف تصرف يعني كده انه يزعل شويه، طبعا بيتضايق يعني اكيد يعني كده، لكن لو كانت محتاجه خلاص عادي. الفكه التي يتركها الرجال في جيوبهم قد تكون ايضا وسيله للادخار تقوم بها الزوجه التي تحاول جمع ما يكفي من المال لمواجهه التزامات الابناء التي لا يفعل الازواج من اجلها شيئا، متحججين بقله المال، بينما يكون في أحيان أخرى إسراف واستغلال. جيبي جيبها واحد، حتى لو أخذت عادي ما في أي مشكلة، يعني أفضل أنها تأخذ مني ولا تأخذ من غيري، أنا زوجها يعني أبادلها بأي شيء. بصراحة ما حاولت أخذ،
لأنه ما بيأثر يعني معنا بالدين يعني ما جربت ما حاولت يعني أخذ. والله أتصرف عن طريق الشيء اللي أخذته، يعني ليش أخذته والسبب المعين اللي خلات مد يدها على المحفظة. حتى لو أخذت من غير دراء يعني من غير ما أستأذن منه، لكن هو قد عارف يعني أنه يكون في تفاهم من بداية الحياة أنه نقصني شيء بأخذ منك. يرى بعض الناس بأن هذا الفعل مؤشرا على خلل في العلاقة الزوجية، إلا إذا كان الزوج بخيلا على زوجته وأبنائه، بينما يرى البعض الآخر بأنه استيلاء مغلف بحسن نية، لأنه في نهاية الأمر يعود على الأسرة. لبرنامج سيدتي رغدة السليماني، جدة. عموما بحسن نية أو مو بحسن نية، هذا اللي حنعرفه من ضيفنا في الاستوديو الدكتور علي عبيد، مستشار التنمية البشرية والأسرية. مساء الخير. مساء النور أستاذ. أهلا وسهلا فيك. يعني أنت شايف كيف موضوعنا حساس وبيلقي الضوء على ظاهرة. يا سلام، رائع جدا، لأنها زي ما تفضلت وقلتي ما في بيت إلا في من الظاهرة هذه، بلاش أقول كل بشكل أو بآخر. طبعا ظاهرة مضحكة بقدر ما هي في بعض الأحيان مؤلمة. ظاهرة جميلة جدا بالرغم من أنها مرات تجيب الحزن، يعني فيها متناقضات غريبة. إيش اللي بيخلي الست تحط يدها في جيب زوجها وتسحب اللي فيه النصيب؟ بالضبط. طبعا في أكثر من سبب، يعني في أسباب يعني داخلية لنفس الأخت والست، وأسباب خارجية. طبعا من أهم الأسباب نبدأ بالأسباب الحلوة كده عشان إيش تكون حلقة موفقة. بالزبط. أي الحب الزائد، خلينا نقول إنه عندها حب زائد عن بطريقة غير يعني محبت فيها، فبتطلع على شكل تصرف، وغالبا أغلب الرجال ما بيتقبلوا هذا التصرف. طبعا الحب الزائد بيؤدي إلى الغيرة الزائدة. حب زائد للزوج ولا الفلوس بالضبط؟ والله البوث، يعني هي غالبا ما تكون هي شوفي في البداية بتكون أنا رايحة عشان الفلوس، بس في النهاية ممكن في الطريق تلاقي شيء تاني وحيبدأ يتفتح، حتى لو قارورة عطر صغيرة يعني في النهاية بتأخذها بتحتفظ. أنت قصدك إن هي بتمد يدها على جبهة عشان تفتش على شيء؟ هي إحنا حنقول جرت العادة إنه هي تفتش، يعني بأي عذر تبغى تكوي تبغى تأخذ تبغى تشيل بتفتش، يعني في أعذار. ولكن الحب الزائد، الغيرة الزائدة عن اللزوم، الشك، وهذا يعني صراحة الموضوع هنا يبدأ يكون مبكي أو محزن. يوم ما يدخل الشك في الموضوع تبدأ يعني الحكاية تبدأ تكون سو سيريس أو جدية بشكل أكبر. ماذا عن البخل؟ نعم، ماذا عن البخل؟ والله شوفي، هو ما إذا كانت رايحة عشان الفلوس، فالمرأة تعرف تأخذ المال من زوجها بعدة طرق، مش إنها هي تفتش، يمكن ثاني أو ثالث طريقة إنها تأخذ إنه تفتشه. ولكن مرات إهمال الزوج لهذه المبالغ بحيث إن الزوجة بتفكر هو مضيع فلوسه هنا وهنا، وجات علينا إحنا مرات لا هذا غالي ولا لا تتمشوا هنا ولا تعزموا الدنيا كلها. فبطبيعي الرجل مع الاستعجال او منهك بيجي بيفلت بعض المبالغ في الجيب. نعم. فيقول خلينا هذا حقنا، قدني انا بصرفها. نعم. على البيت ما باخذها برا، وبتعطي المبررات. ولكن من الطريف ان انا سالت كذا اخت يعني في الموضوع. نعم. وسالت كذا اخ، فالرجال طبعا كلهم قالوا لا، ما يستحيل، مفروض يردوا لنا هذه المبالغ. نعم. والنساء قالوا لا، هذه حقتنا. طب انا سالت العكس، قلت للنساء اذا هو سوى نفس الطريقه دي لا فلوسي يعني ليش مش العكس يعني. فهي لها أسباب كثيرة ومتعددة. إذا كان للمال فقط فهي بالمصادفة ترى، ولا في برضو في نساء ما نقدر ننكر ذلك إنه بيرجعوا بيردوا المبالغ هذه لأزواجهم أو بيحوشوها لوقت معين. جاء قسط إيجار أو ما إلى ذلك. بحيث إنه يكون وفروا عليه أو يسولوا سربرايز ولا مفاجأة إنه وفروا لهم مبلغ معين. إحنا نتكلم بالتحديد هنا على المال يعني. طيب دكتور علي، زي ما إحنا شفنا في التقرير، في يعني زوجات رفضوا الموضوع تماما، وفي زوجات فعلا اعترفوا إن هما بيسووا كده، فهل لشخصية الزوج تأثير؟ طبعا العلاقة بين الشخصيتين تأثير مباشر. يعني الزوج معلش لما الزوجة تشوف إنه الزوج بيضحك برا وينبسط مع أصحابه ويجي البيت يبدأ معبس ومكشر ومسوي فيها إنه يبغى بالساعة ماشي، طبعا ما حتعترف. بالنقيض إذا إنها شعرت بالأمان من ناحية الزوج إنه بيضحك في البيت وخارج البيت بالتساوي، فمعها حق. يعني بعض يعني اليوم أنا يمكن متحيز نوعا ما للأخوات إنه والله الزوج إذا ما أعطاها الأمان، هي تحتاج في النهاية الأمان أو الحضن الدافئ، الخبرة من الزوج إنه أو تعترف له وتصرح له إنه والله ممكن يبتدي كده، وبعدين لما تعترف يديها. هذا زوج يعني معلش، هذا في شوية مكر ودهاء من الزوج. ولكن بالعكس الحياة الزوجية فيها تفاهم
وتناغم مطلوب بين الطرفين. هي في النهايه ترى مبالغ بسيطه، وانا افتكر في بعض الحالات اللي تجي، لا في واحده من الاخوات وفرت حوالي 12-13 ألف من التفاريق هذه، بس نسي 50 نسي 100 نسي 500. هتديني رقمها بعد الهم. اوكي. اذا زوجها عاد ما سوى لها مشروع، فبالتالي هذه حكايه التطفل. وانا اقول اذا هي راحت وجات على الفلوس فهي موضوع او الماده يعني هذا فموضوع يهون يعني، ولكن الشك هو اللي احنا نخاف منه. صحيح. طيب الواضح انه دكتور حضرتك قلت انه هو هذا ممكن يكون دافعه الحب الزايد. يعني أنا هذا اللي أذكره. أي بالضبط. لكن ما تعتقد أنه هذا ممكن يكون خلل في العلاقة الزوجية كلها؟ والله خلل في العلاقة الزوجية هذا موضوع يعني معلش شوية كبير على أنه والله عشان أخذت مبلغ معين، لأنه معلش زي ما في ناس هم عارفين أنه زوجهم حينسى المبلغ ده فهي مخططة أنه أول ما يجي بعد ما يرمي تروح تأخذ غير، وواحدة بالفطرة بتلاقي وبتشيل يعني. فبالتالي هو حب يعني حب أنها بتخاف على ماله، ما تبغى ماله يضيع، تبغى تشله هي على جنب سواء قالت له ولا ما قالت له، سواء صرفت عادة. ممكن تكون عادة؟ طبعا ممكن يتحول لعادة زي ما قلنا، انه الزوج خلاص مع تكرار الاهمال مع اللامبالاة بيرمي بعض المبالغ، وخاصة اذا كان في تصرف مش سوي من الزوج، زي ما قلنا انه بيصرف برا البيت او على اصدقائه او حتى معلش على حتى لو على اهله، ويجي على البيت يبغى يكون مقصر، يعني هذا المبلغ اللي نسيه هو اصلا فائض او زائد. فليش ما كان يستغله هي من وجهه نظر المراه بهذه الطريقه يعني. فمن هذا الباب انه هو حب زائد يعني. حب الحفاظ على ممتلكاته. وفي النهايه واحده اخت من الطرائف تقول لا ما دام هو ما احتاج المال هذا فمو ماله يعني مو حقه. هي خلاص حطت فتوى يعني في الموضوع. انه ما دام مو محتاج ربطت الملكيه بالاحتياج. ولكن صح ممكن تكون العلاقه الزوجيه فيها شويه شوائب، كلام صحيح، لكن ما نقدر ننفي التوائم والوفاق في هذه العلاقة. طب لو هذا السلوك اتكرر مع زوج كريم جدا وما هو مقصر على بيته ولا على عياله ولا شيء، تعتقد انه في مشكلة عند الزوجة وتحتاج الى محاسبة، وكيف تتحاسب؟ ايوه، هو والله هي الحكاية مترابطة بشكل كبير، يعني هي بتكرر لتكرار السلوك الصادر، يعني هي ردة فعل اصلا. يعني ردة فعل من الزوجة، فبالتالي هو الزوج اللي لازم اول شيء يبدا يهتم انه ما عاد يسيب هذه المبالغ. لا هو خلاص ما هو مقصر وما بيسيب وكريم يعني، هذه صارت ما هو هذا احنا تتطاول يعني. نعم. هنا لا، هنا تعدى الموضوع على المنطوق الطبيعي، ولازم لها احنا ما نقول تتحاسب ولا تعديل او تغيير يعني. هذا مرض نقدر، هذا مرض نفسي ممكن يس يكون في المشاكل النفسيه، وعلى فكره مش لازم تكون محتاجه عشان تبدا تاخذ. صحيح. في كثير من الشخصيات العظيمه في التاريخ. صحيح. عندهم مرض، مشاهير كمان، نجمات سينما. وبعدين يعني ما نتصور انه بس قلم، وجابوا في الاخبار قبل فتره انه حتى قلم بسيط قيمته ما يسوى $500 شخصيه عظيمه سياسيه تقوم بتاخذ، لانه هنا تعدى الموضوع الى مشكله نفسيه. فنتطرق له بشكل مش بانه والله انا خايف واحب زي كذا، لا هنا في مشكله. كيف ممكن تتحاسب هذه الزوجه؟ هي بالتعديل، ما ابغى اقول تحاسب عشان لا نكسى عليها، لانه هي ما بتسوي كذا بارادتها. هي فيها مشكله زي اللي مزكم معلش علف مزكم بس يعطس تقول له تعال نحاسبك ليش تعطس، لا هو مريض عنده مشكله. فاول طريقه لازم يروحوا للمستشارين، وفي مكاتب الاستشارات وما بنلاقي هذه الحالات بنلاقي اغلب الناس اللي بيقوموا بهذا التصرف عندهم مشاكل في الصغار. دكتور طب حضرتك قلت انه هو ممكن يكون مرض، طب هل هذا المرض ممكن ينتقل ويصير عدوى للابناء؟ والله سؤال ممتاز جدا. الأبناء بياخذوا كل التصرفات والمشاعر والسلوكيات وهذه. صحيح. الأمور من البيئة الأولى اللي هي البيئة المنزل. صحيح. فيوم ما بيتكرروا النظر، وخاصة الأطفال أذكياء يعني. هم ممكن بيختلسوا النظر من غير ما الأم تاخذ بالها يعني. صحيح. يعني الأم بتسوي شيء من غير ما الزوج ياخذ باله. أنا أضحك دكتور لأن أنا مشفقة على الأب للأبناء والزوجة وكذا تتفاقم المشكلة، فهي ممكن جدا إنها تنتقل، ممكن مش بالضرورة تنتقل إلى الأبناء. والأدهى والأمر إذا الإبن جاي ينكر عن الأم هذا الشيء والأم تعنفه واسكت يا ولد، هي لا تقول لي ابوك هي اسوي لك ما حتطلع معانا. صحيح. فيبدا عنده مشكله الطفل في 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 يصير عنده ازدواجيه في المعايير يعني. طب دكتور تعتقد انه بعد هذه الفقره اللي نبهنا فيها شويه الازواج، تفتكر انه دحين حيقعدوا يتكلموا مع بعض ويبتكروا طرق جديده لحمايه جيوبهم ومحافظهم؟ حماية الأزواج وجيوبهم طبعا، هي أرجع تاني مرة وأقول هو الحب والتفاهم بين الاثنين هي اللي حتحمل الجيوب، وكل واحد يتقبل الثاني زي ما هو
عشان يبدأوا أو يقدروا أنه ينتقلوا من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى. فعلى الزوج أنه يكون كريم وما يقصر في البيت، وعلى الزوجة أنه الله لا يقدر إذا زوجها بخيل أو حتى لو قصر شوية تبدأ تأخذ بطرق واعية وواضحة، وخاصة زي ما تفضلت وقلت إذا كان في أبناء. إيش الطرق الواعية والواضحة؟ والله شوفي صراحة إذا كده جينا أهم سبب عندنا خاصة في المجتمع العربي بشكل مجمل إنه ما تسمع لي كلام الناس، والله زوجي جاب لي، زوجي عمل لي، زوجي سوالي، ترى هذا تأثر كثير عند الرجال. طيب ما دكتور يعني بيقولوا مثل كده شعبي إنه المال السايب بيعلم الناس السرقة، ما بقول الحرامي، ممكن يكون هو مهمل. عشان كده هي نوع إذا هي العلاقة يعني في كفين، إذا هو مهمل هي لازم توعيه، وإذا هي فيها فهو لازم يوعيها ويعدل لها سلوكها، فهي علاقة متبادلة. ولكن سؤال السادة مهم جدا يعني كيف نتعاون مع بعض إنه نطلع من هذه الأزمة يعني. فعلى الزوج إنه يكون عنده رهافة حس يعرف من قبل ما تطلب ويلبي، وعلى الزوجة إنها تعطي الأعذار لزوجها إذا إنه ما عنده ترحمه. صحيح. فالاثنين في هذه الحالة أعتقد إنه في شيء بما فيه الكفاية إنه يطلعوا من هذه المرحلة. طب زي ما حضرتك تفضلت وزي ما شفنا كمان سيدة في التقرير قالت إنه الاتفاق من البداية دائما بيسهل يعني كل الأمور. فلو اتفقوا مثلا على إنه يكون في راتب شهري ممكن هذا يحل الموضوع؟ أنا برضو حتحتاج أكثر من الراتب. يا سلام عليك، يوم أنت بتسألي وبتجاوبي ما شاء الله، لأنه الاحتياجات صراحة هي مسألة تقدير. نعم. إنه ممكن أنا أحتاج الآن ولكن وعندي أكثر، فمو معناها إني أنا أمسك. فهي الحكاية ترجع تاني مرة لتفاهم، يعني مو معقول يجي من البداية تفقوا والله إذا نسيت أنت شيء في جيبك ترى هذا من نصيبي. أيوة. واللي في المحفظة من نصيبي. ما هي كده. أو أيوة. إنك أنت تحط مبلغ مقطوع، وخاصة طبعا إذا كان الزوج مش موظف معناها تاجر او انه عنده شغله الخاص، فاليوم ممكن عنده او الشهر هذا عنده، الشهر الجاي ما عنده، واذا كان في راتب فالراتب ممكن الشهر هذا توفر مبلغ ممكن انا البي احتياجاتها. ولكن برضو نقول التنسيق المسبق للاحداث، يعني في مناسبات عائليه، في مثلا زواجات، طبعا في الوطن العربي يهتموا بالزواجات، الاعياد، رمضان. صحيح. فيبدا لها الجدول الماليه من بشكل ابدر. نعم. مع ثاني مره التلطف من الزوج ومن غير ما تطلب، مش لازم تزن على 6 شهور عشان يوفر لها بعد 6 شهور. وهو كمان مش لازم يعطيها مبررات انه ما عندي، هي لازم يكون عندها رهافة حس. صحيح. وهو يحتضنها بكرمه يعني. صحيح. يعني زي ما تفضلت جدا حبيت الجمله اللي قلتها، هو لازم يكون عنده رهافة حس، وهي بالضبط. لازم برضه يكون في يعني تتعامل معه برضه بشفافيه اكثر وتطلب يعني بشكل مباشر. بالضبط. صحيح. هو لازم يكون يعني انا احط شويه بشكل سريع الحمل على الرجل اكثر من المراه، لانه هو بيتعرض او هو يكون اعرف بشكل اكبر. بالتاكيد. احنا نشكرك دكتور على تواجدك في الاستوديو، اعتقد انه كثير ناس استفادوا وكثير ناس انتبهوا لامور ما كانوا يعرفوها. شكرا لك دكتور على بيد المستشار التنميه البشريه والاسريه. شكرا لك. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام دعونا ننتقل بعد هذا الموضوع الشيق الى فاصل ونواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. نتوقف مع أحد العناوين التي قرأناها في أخبار السعودية اليوم، وفيها للمرة الأولى صور النساء تدخل مناهج اللغة الإنجليزية المطورة والمخصصة لطلاب المرحلة الثانوية، إذ تظهر في أحد الدروس صورة لممرضة محجبة ترتدي كمامة طبية ومنشغلة بتجهيز حقنة، وكانت صور النساء من المحظورات في مناهج البنين والبنات على مدى تاريخ التعليم السعودي منذ انطلاقه عام 1346 هجرية. لمناقشة هذا الخبر مشاهدينا معنا على الهاتف المستشار التربوي والأسري الدكتور محمد عاشور. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك ويعطيك ألف عافية. حياك الله. يعطيك العافية دكتور. خليني أبدأ معك يعني من سؤال يدور في راسنا كلنا، أنه كل المجتمعات فيها نساء ورجال، لأي مدى بيأثر علينا سلبي أو إيجابي غياب المرأة من المناهج التعليمية؟ جميل. أولا لا شك أن هذه الخطوة هي يعني جزء من جهود مبذولة من وزارة التربية والتعليم في تطوير المناهج، فهي مشكورة على كل الجهود، سواء يعني أصابت فتارات أو أخطأت أحيانا، فكلنا بشر، هذه واحدة، فشكرا على يعني جهود التطوير. ثانيا إذا اعتبرنا أن هذه الخطوة هي جزء من تطوير المناهج، فإذا بالتالي هذه الخطوة أتت متأخرة جدا. ما كنا نحتاج في الفترة السابقة أنه نعمل نوع من الانفصام بين آدم وحواء. حواء هي نصف المجتمع،
وينام في حضنها النصف الآخر هو هي المجتمع كله. إذا لا نحتاج حالة العداء أو الجدل اللي دائر هذا، وبالتالي نعمل نوع من الحاجز النفسي بين الرجل والمرأة، ويكون بالتالي تمت مشاكل كبيرة جدا تتعاظم وتتفاقم مع عليهم، بل ممكن يطلع منها حاجات كثيرة. النقطة نعم. الأهم أنه تطوير المناهج بيقوم على أركان عديدة جدا، منها تطوير المحتوى، وبدلت للأمانة الوزارة في تطوير المحتوى يمكن اللي بعمري، على اعتبار أن أنا عمري تحت 100 سنة على فكرة يعني، فاللي بعمري مثلا منهج الحديث زمان كان حوالي 150 صفحة في المرحلة الثانوية، الآن تم تخفيفه وتم وضع بعض الصور، والحقيقة أنه هدب، لأنه عندك مبدأ أستاذة ميساء مظبوط؟ نعم أستاذة ميساء، عندك مبدأ اسمه باريتو العالم إيطالي، يقول 20% من الأمور تساوي 80% من الأهمية. لو سوينا المبدأ مرة تانية 20 في 20 يدينا 4%، 4% من السطور تعطينا 64% من الأهمية. فتخفيف وتهذيب المحتوى من خلال تقليل السطور بالشيء الأكثر أهمية هذا جانب، ومن خلال وضع الصور، لكن من المهم جدا أن تكون الصور معبرة، لأنه أحيانا في بعض المناهج يتكلم عموما يضع الصورة ثم مثلا تكون كانت لو يعني متذكرين صورة بنت يكتبوا هند تذهب إلى مدرسة، فعلا هي شايلة الشنطة ورايحة على المدرسة. صح. ما الجديد في أنه يقول لي هند تذهب إلى المدرسة؟ ينبغي أن تكون الصور فيها نوع من تحريك العقل والخيال لدى المتعلم. أظن نحن تعودنا الاعتراض على أي شيء، صار المجتمع صار على أي شيء بده يعترض. تمام. وفي نقطة أخرى أستاذة ميساء، أنه الآن يعني باتت قيمة الصور، إذا كان الموضوع أنه يشوف البنت أو ما يشوف البنت، يشوف المرأة أو ما يشوف، الآن الصورة في الجوال المحمول في الهواتف الذكية النقالة 87% على سبيل المثال، هنا في المملكة، هنا الدراسة في المملكة 87% من الشباب والفتيات يستخدمون الإنترنت عبر هواتفهم النقالة، فأصبحت الصور وفي لحظات وفي طرفة عين يستطيع أن يرى من الصور، بالتالي لذلك هي الخطوة ليس لها في ظل هذه العولمة وهذا الانفتاح نعم. تلك القيمة. طب دكتور خليني أسألك بس، إذا كان هذا الغياب صورة المرأة من المناهج ومن أشياء كثير تانية، قديش نعم. ممكن يساهم في التقليل من شأن المرأة، وربما كمان ساهم في ترسيخ السلطة الذكورية في المجتمع؟ خلينا هذا برضو يعتمد بشكل كبير جدا على التربية الأسرية بصراحة. نعم. يعني حينما يرى الطفل في البيت طريقة معاملة والده لوالدته هي بالدرجة الأولى، عندنا إحنا في الناحية التربوية هي بالدرجة الأولى التي تحكم بإذن الله تعالى المستقبل. نعم. إذا رأى الوالد يحترم والدته، إذا رأى أبوه باستمرار بقدر أمه بشعر فيها، ورأى الاحترام والحب متبادل، كان في بيئة جيدة، ما نبغاها مثالية، ما نبغاها 100%، نبغاها 64% على مبدأ باريتو، يعني 4% من الأشياء جميلة في حياتنا لكنها تعطينا 64% من الأهمية، الاحترام، الحب، التقدير في وقت الأزمات، غض الطرف عن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهدا إذا دخل، أسدا إذا خرج. إيش الفهد؟ الفهد هو الذي يغض الطرف، يرى الأخطاء لكنه يغض الطرف أنا ويعالجها بهدوء، أسدا إذا خرج. في ناس للأسف يعني أسد إذا دخل، نهجة إذا خرج، يعمل نوع من إجازة التعبير. في نقطة أستاذة ميساء مهمة جدا، التطوير في المناهج، وهذه رسالة إلى وزارة التربية والتعليم وهم أساتذة وعلى عيننا وراسنا، لكن خلينا نقول من باب دائما لتوضيح الأمور أكثر وأكثر من هذه الاتجاهات. التطوير نعم، والتذكير، التطوير مبني على 3 أركان رئيسة، مثلث خطير جدا جدا في التعليم. حاجات الطلاب لابد واحد أن يبنى المناهج على حاجات الطلاب الحقيقية، ولما أقول طلاب طالبات بالمناسبة، واقع نعيش ونلامس تارة ونطور تارة، إذا واقعنا، حاجات الطلاب واقعنا. الركن الثالث المهم جدا الاستمتاع والمشاركة، الاستمتاع والمشاركة. نعم. هذا المثلث إذا طاح ضلع من أضلاع هذا المثلث انهار هذا المثلث، وقائد هذا المثلث هو المعلم، ومن خلف المعلم الإدارة التربوية والتعليمية بكل مستويات إلى أعلى مستوى ممكن. إذا بالتالي إذا أردنا أن نلامس تطويرا حقيقيا، لابد أن نهتم بهذا المثلث الخطير، وأن نهتم
بالمعلم اللي هو قائد العملية التربوية، لأنه على سبيل المثال نحن تعلمنا قبل عشرات السنين بصراحة نوعية وجودة، وأنا لا أعمم، هناك معلمين الآن ومعلمات أكفاء من الطراز صيد، لكن في الإجمال الكفة تميل إلى أن الجودة والكفاءة، وخلينا نقول النائحة الثكلة، كان المعلم، والله أنا أذكر في المرحلة المتوسطة أن معلم اللغة العربية بكى وأبكانا على مصلحتنا وعلى حاجاتنا وعلى أشيائنا، فكنا نشعر بالمعلم اللي هو النائحة الثكلة. تحتاج وزارة التربية والتعليم أن تعيد النظر في استراتيجيات اختيار المعلم. نعم والله أعلم. نعم دكتور محمد، وصلت النقطة واضحة، بس خليني أسألك أخيرا باختصار شديد إذا ممكن، كيف ممكن ترد، أو في رأيك كيف ممكن ترد على البعض اللي بيقولوا إنه هذه الخطوة تغريب ونشر للرذيلة في المجتمع؟ التغريب بصراحة هو يبدأ من النفس، التغريب هو إنه يكون أمانتي وكرمي وصدقي وحيائي وشرفي في وادي وما أعمل في وادي آخر. إذا كانت منظومة القيمية لكل إنسان، بالمناسبة للمسلم وغير المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل البشر وأعطاهم كل ما يحتاجوا من الأرزاق بكفاية، على رأس الرزق أمانتهم، كرمهم، شرفهم، حيائهم، عطائهم. فإذا كانت قيمي في وادي وما أقوم به في وادي فهذه الغربة. الغربة الحقيقية هي غربة النفس، أن تكون الجدارات التي أتعلمها وأعملها في اتجاه، وما أحمل من مكنونات في اتجاه آخر. أما أن توضع صورة في المناهج من أجل، يعني خلينا نقول، نوع من التبسيط والتسهيل وتوصيل المعلومة، وهذا ثابت في علم النفس أن المعلومة إذا وصلت من خلال الصوت والصورة ومن خلال الإحساس ومن خلال جملة من خلينا نقول أدوات الإحساس اللي عند الإنسان فإنها ترسخ في العقل وفي اللاشعور بشكل أفضل، فأظن أنه لا نحتاج أنه نعمل نوع من الهجوم، ونركز بشكل كبير جدا على البناء الداخلي لأبنائنا وبناتنا، هو الأفضل وهو الأغلى. نعم، شكرا جزيلا لك المستشار التربوي والأسري الدكتور محمد عاشور، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في سيدتي. مشاهدينا، من أبرز أخبار المملكة ننتقل الآن إلى مجموعة جديدة من أخبار مشاهير العالم العربي نشاهدها في هذا التقرير. نبدأ من أبوظبي، وعلى هامش الاحتفال باليوم الوطني 41 أحيى الفنانون ماجد المهندس، منصور زايد، عايض المنهالي، ومنى أمرشا حفلا فنيا في قاعة مركز أبوظبي للمعارض. اعتلى خشبة المسرح في بداية الحفل الفنان عايض المنهالي وقدم وصلته الغنائية. ثم تلته الفنانة منى أمرشا لتقدم وصلتها الثانية، وعايدت الشعب الإماراتي بيومه الوطني. كل سنة يشرفوني بحضور هالمناسبة السعيدة لتوحد الشعب الإماراتي بفرحة واحدة والشعب الخليجي عامة، طبعا يجعل فرحاتهم دائمة ويجعل قيادتهم وشعبهم دائما فوق يا رب. وتحدثت منى أمرشا عن جديدها على صعيد الأغنية. أغنية اسمها رفع ضغطي من الحان الفنان عصام كمال، إن شاء الله أنها بتنزل في السوق قريب. بعدها قدم الفنان منصور زايد عددا من الأغنيات الوطنية واعتبرها معايدة للجمهور الحاضر. وطلع عاصف طلع طلع دايب طلع ونحسب وحضر مضرايا طلعت. أما مسك الختام فكان مع الفنان ماجد المهندس الذي قدم أروع ما لديه من أغاني. سالمك يبشر خير وسلامة ومنك في أحرار رديني كيدا في ظل غرب سلطان كان مخيرا على خطى زايد طالب سيدا. في
أبو ظبي، حيث أحيت فرقة The Jacksons أمسية في جزيرة ياس رددوا فيها أغنيات حفرت في الذاكرة من توقيع جاكسون 5، مع تأدية تحية تقدير لشقيقهم الراحل مايكل. The fans from around the world start requesting us to come on tour after my brother's loss, Michael's loss. We've been mourning his loss for the past 3 years, and it's something you never get over when you lose a sibling. Anybody, any family member loses a sibling, it's something you never get over for life. And we decided to go on tour because the fans want us to come out and do a tour, and they want to sing the songs with us and tour. So we decided to come on tour and give them a great concert. It feels great on stage, to be honest with you. You know, no one can ever replace Michael. Michael would never be able to be replaced. I mean, he's one of a kind. He's the biggest entertainer in the world. It's very good for us to sing our hit songs and to perform, because it's something that he would want us to do, to continue music and continue the Jackson legacy. بعد الفاصل المزيد مشاهدينا، لكن من جدة ابقوا معنا ومع سيدتي. كلنا نعرف بأن الفواكه والخضروات مفيدة جدا لجسم الإنسان وصحته البدنية والذهنية أيضا، ولكن هل سألنا أنفسنا ولو لمرة واحدة ما هي الطريقة المثلى والصحيحة لتناول الخضروات والفواكه وما علاقتهما بمزاج الإنسان؟ إذا مشاهدينا نتحدث في هذه الفقرة عن أسرار الفواكه والخضروات وتأثيرهما على صحة الإنسان مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة إيمان الأيوبي، طبيبة تغذية وعضو جمعية تعزيز الصحة. مساء الخير. مساء النور يا هلا. مساء الخير إيمان، كيف حالك؟ إيمان، لو تحدثنا أول شيء عن الفاكهة، طيب تقدر تقسمي لنا هي يعني على أنواع، بحيث كيف مين أكثر نوع هو مفيد لجسم الإنسان؟ والله عموما إجمالا يعني اتفق العلماء على أنه الفواكه إجمالا والخضروات كمان هي طبعا لها فوائد عديدة لصحة الإنسان، لأن هي بتقي من أمراض عديدة، عارفة؟ فنحن لو جينا نقسم الفواكه صعب، يعني كل فاكهة لها فائدتها مختلفة عن الفاكهة الثانية، يعني الخوخ مو زي التين، مو زي الموز، مو زي العنب، فكل واحدة يعني حيكون يعني موضوع كبير يعني. فنديك مثال يعني مثلا كل الفواكه اللي فيها الألوان اللي هي الأحمر والبرتقالي اللي فيها مادة الكاروتين اللي هي بتتحول لفيتامين ألف في جسم الإنسان، هذه مفيدة جدا للعين والغشاء المخاطي حق العين، لأنها بتقي من أمراض عديدة، منها اللي بيسموها بماء العين أو اللي بتجي على العين الموية هذه المرض. نعم. فطبعا إذا قسمنا الفواكه صعب، فهو الفواكه إجمالا يعني مفيد جدا، وأهم شيء إنه هو خالي من السعرات الحرارية، يعني مثلا طبق سلطة السعرات الحرارية حقته بقيمة ملعقة شوربة أو حساء. نعم. يعني فتخيلي قديش هو قليل السعرات الحرارية وعالي القيمة الغذائية، عالي بالألياف الفايبرز اللي هي مهمة جدا لعمليات الهضم والعمليات الخروج. يعني كل نوع له فوائد، ما نقدر نقول والله الحمضيات مجموعة كويسة. يعني هي طبعا اكثر شيء الموالح اللي هي نحن بنطلق عليها الموالح، اللي هي الليمون، البرتقال، اليوسفي، هذه اشياء طبعا بتنضم للموالح، هي فيها فيتامين سي اكثر شيء. طبعا عندك زي ما قلنا الفواكه الحمراء اللي هي زي الفراوله، الفريز، هذه اشياء فيها طبعا مواد مضاده للاكسده، فهي طبعا بتحمي الانسان من امراض الشيخوخه أنتي إيج، فهي مرة مفيدة كمان. لازم نأخذها يعني يوميا 5 حصص في اليوم. طيب دكتورة، يعني حضرتك يعني عارفة إحنا في مجتمعنا العربي لنا عادات معينة وتقاليد معينة وحاجات بنسويها كده ممكن تكون يعني خلاص اتعودنا عليها، اللي هي الفاكهة بعد الغداء
أو الفاكهة بعد العشاء، الفاكهة أثناء مشاهدة تلفزيون التفاح وات ايفر يعني كان نوع الفاكهة. طيب يعني هذه الأشياء ما أدري إذا كان بتكون لسه بقيمتها الغذائية إذا أكلنا مثلا الفاكهة بعد الغداء أو أي وقت مثلا، متى بيكون الوقت الصحيح إن احنا ناكل الفاكهة؟ شوفي دائما إجمالا يعني أثبت دراسات علمية حديثة أنه لما ناكل الفواكه لازم تكون على معدة فارغة. نعم، لأنه المثال يعني أعطيكم مثال عشان أوضح أكثر للمشاهدين إيش أقصد يعني معدة فارغة. لما نيجي إحنا ناخد شريحتين خبز ناكل وشريحة فاكهة، طيب مفروض الفواكه تروح للمعدة والعصارة الهاضمة بعدين للأمعاء. لما ناكل قبلها الخبز زي اللي بتمنعها عن ما عشان كده يعني احنا دكتورة العمليات الحيوية في الجسم. طيب فايش اللي بيحصل؟ انها بتتعفن. أيوة. وبالتالي بصير تخمرات ونفخة، اللي بيقول لك عندي نفخة. صحيح. عندي مشكلة في المعدة. صحيح. فهذه سببها. فانا افضل يعني انه بعد الدراسات هذه طبعا اللي طلعت حديثة انه الفاكهة لازم تأخذ على معدة فارغة. عشان كده دكتورة بنجوع. نعم. بعد اكل الفاكهة لانها سريعة الهضم بنجوع على طول مباشرة. شو يعني هو ايوه لانه هي طبعا بتتحلل بتروح بسرعة بتتهضم بسرعة، فعشان كده مو من جوع هي لانه سريع يعني خفيفة يعني ما هي وجبة دسمة. نعم. عارفة كيف؟ فعشان كده هي بتحس المعدة يعني بعدها فضيت وممكن انك تاكلي بعدها يعني سهل مرة. طب إيمان دحين يعني بسبب التقنيات الزراعية الحديثة والتطعيم والتهجين وكل دي الأشياء وبيوت الحمية صارت متوفرة الفواكه حتى في مو موسمها، بنلاقيها على مدار السنة موجودة في الأسواق. هل هذه الأشياء أو التقنيات اللي بنعالج فيها الفواكه بتأثر على صحة الإنسان لو تناولها؟ والله شوفي دائما سبحان الله يعني ربنا خلق الإنسان في كل وخلق الفواكه والخضروات في مواسم معينة. فوجد أنه سبحان الله كمان دراسات أنه كل فاكهة أو كل خضار نحن بنتناول في نفس الموسم سبحان الله يعني بيعالج وضعية معينة في هذا الزمن يعني في هذا الوقت يعني البيئة والهذا. يعني مثال يعني أنا لازم أجيب مثال عشان أشرح لك أكثر كيف أنه التمر الرطب متى موسمها؟ في الصيف. صح تمام. الجسم في الصيف ايش بيصير؟ بيفقد سوائل. صح. من العرق والحر وكذا. صح. فالرطب هي بترطب الجسم بتعوض السوائل زي لما في رمضان. صح. احنا بناخذ الرطب عشان اول يوم يعني بعد على المغرب عشان هي بتعوضنا السوائل اللي فقدناها خلال 12 ساعه صيام. فعشان كده سبحان الله لاحظي انت فواكه الصيف ايش هي؟ بطيخ مليانه مويه. نعم. نعم. البطيخ. صحيح. الشمام. صحيح. الاشياء اللي هي طبعا فيها سوائل كتير يعني عارفه الكرز المشمش الاشياء هذه. صحيح. الخوخ. صحيح. هذا كله طبعا بيعود سوائل الجسم. عشان كده بقول ايوه سبحان الله كل انسان يعني كل فاكهه في موسمها افضل بكثير لانه نحن طبعا لما نعمل تصنيع وبنحطهم في بيوتات صناعيه وبنعطيهم جو غير طبيعي يعني مو جو هو اللي بيطلع فيه فسبحان الله يعني ما بتحس الفائده الموجوده فيه بناخذها زي في الموسم يعني. صحيح. من الفواكه الموسميه. صحيح. جميل. طيب دكتوره يعني حكايه تقشير الفاكهه قبل اكلها تفاح مثلا يعني او الخضار حتى الخيار مثلا احيانا بيقشروا كده. طيب هل هذا بيفقد قيمته الغذائيه بالفعل زي ما احنا بنسمع ولا ما له علاقه؟ لا ما بيفقد قيمته الغذائيه، قيمته الغذائيه موجوده سواء في اللب او القشر. يعني الفواكه اتضح انه الفواكه او حتى الخضار القشور حقتها طبعا مفيده. يعني زي مثلا عندك قشور البرتقال مفيده لامراض السرطان يعني بتقي أمراض السرطان عارفة وفيها بروتينات وفيها بعض الأملاح المعدنية والفيتامينات يعني موجودة. عندك قشور البطاطس فيها كمية الفيتامين سي اللي موجودة فيها أكثر من كمية الفيتامين سي اللي موجودة في البرتقال. أنا ما شفت أحد قليل اللي بياكلوا البطاطس يعني. أيوة قليل اللي بياكلوا قشور البطاطس. لا نحن طبعا بنقطعها بنغسلها كويس لازم تنغسل كويس من التراب والأسميدة وكذا وبتتقطع وبتنشوى يعني بالفرن او كذا. بالعكس مره لذيذه البطاطس بالقشور مره لذيذه. طب. فهي مفيده يعني بغض النظر انها لذيذه كمان مفيده. نعم. عارفه كيف؟ نعم. وكمان بتكون على فكره البطاطس المشويه
سعرات اقل بكثير، يعني هي ما بتخن، ولكن احنا بنحطها في الزيت لانه ثمره البطاطس بتمتص اكثر. ثمره بتمتص الاشياء لانه الاملاح وزي. ايوه صح. فبتكون سعرات حراريه عاليه وبتخن، يعني بيقولوا هذه لا فيها سعرات حراريه وكذا. صحيح. طيب احنا دحين لما بنروح للمطاعم ونطلب نقول له ايش عندك انت فريش جوسز او اشياء طازجه، بيقول لك طازج، بس تيجي مثلا تلاقي اللون مختلف، بيضيفوا الوان ساعات. بتلاقي لون المانجا فجاه مسمر زياده. أيوه. الفراوله محمر زياده. ايش تكلمين عن هذه المواد المضافه بالنسبه يعني اي شيء جاهز برا؟ طبعا احنا بنقول لهم انتم ذمتكم وضميركم ايش بتطعمونا يعني. بس هو ليش انا طب يعني انا اثق في هذه الاشياء؟ لازم اروح مكان اثق فيه. يعني في اماكن بتكون يعني فيها يعني 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 بيجيبوا لك الاشياء فريش فعلا، انت بتشوفيهم حتى قدامك، يخلط لك الاشياء وكذا. حتى يعني من سافر بتلاقيهم برا الاماكن دي حقت الجوس وكذا. فما بيحطوا لك سكر ومويه واضافات نكهات والوان صناعيه وكذا. هذه ممكن تلاقيها في المعلبات اكثر شيء، يعني مواد حافظه فيها بتكون منكهات الوان صناعيه، عارفه كيف. فطبعا ايوه يفضل انه نحن ناخذ دائما كل شيء طازج. كل شيء طازج بتحصلي على الفيتامينات الموجوده اكثر، بتحصلي طبعا احنا الفيتامينات الموجوده في سواء في الفواكه او الخضار هي بتقينا من الامراض. يعني نحن لما الانسان لما ما بياخذها، يعني في كثير بالذات الاطفال مشكله عندهم في الخضار والفواكه، حتى المراهقين يعني نادر ما ياخذوا حصه. صحيح. عارفه كيف؟ عشان كده احنا مثلا ممكن نعمل لهم ايش، فراوله بالشوكولاته، تفاح بالسكر، هذه اللي بياخذوها بالعصايه كده زي زمان. فهذه ممكن تخلي يعني تحبب الطفل انه ياكل، يعني بدل ما تقدمي له الاشياء اللي هي اللي بنقول لها احنا وجبات خفيفه. ايوه هذه الوجبات اللي بتكون طبعا غير ما في اي قيمه غذائيه زي الشيبس وما ادري ايش. فهذه طبعا احنا نعملها بديل، بدل ما نحط اشياء غير مفيده على غرفه. صحيح. المجلس او كذا، لا نحط فواكه فيها فراوله، في حتى لما بتجي ترى هو تعود. يعني بتجازي ولد مثلا انت عملت كويس، بدل ما تدي تمر وفراوله وحيقبلها. ايوه لانه العاده الغذائيه زي ما قلنا المره اللي فاتت. أيوة. هي سلوك متبع سلوك. من الصغر فعلا. زي ما انت فعلا. بتعودي طفلك بيتعود، عارفه كيف. صحيح. هو حيستطعم لانه هو استطعم الشوكولاته لقاها حلوه. صحيح. فانت لما ما بتعطيه شوكولاته بتعطيه فراوله. صحيح. بديل بتعطيه تمر، بتعطيه اشياء، بتقطعي له بتحطي له الفواكه على طول قدامه. صحيح. صحيح. جوعه يضطر ياكل. صحيح. عرفت والله دكتور ايمان، يعني هذه النصائح يا ريت نتبعها في بيوتنا، لانه فعلا أتمنى فعلا والله يعني لانه من جد فعلا هو سلوك، كل شيء هو سلوك وعاده. نعم. احنا من جد يعني كان نفسنا نتكلم اكثر، واكيد اكيد حيكون لنا كمان لقاءات معك اكثر وحديث معك اكثر. الان احب اني اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه النصائح القيمه، وشكرا لوقتك معنا، وشكرا لتلبيه الدعوه. شكرا لكم، شكرا لجميع المشاهدين في روتانا الخليجيه. شكرا مشاهدينا، فاصل ونعود من بعده لمتابعه سيدتي لليوم، ابقوا معنا. سيدتي بعد الفاصل، كيف تتعامل المرأة مع ضغط العمل؟ أهلا بكم من جديد في القسم الأخير من سيدتي، إيقاع الحياة السريع وكثرة المهام إضافة لتوتر النفسية تساهم جميعها لأن يكون الإنسان فريسة سهلة للضغوطات، سواء كانت على نطاق العمل أو حياته الخاصة. ضغوط العمل وتأثيرها على أو تأثيرها على حياة المرأة، وما هي الحلول التي تساهم في أن تظل المرأة قادرة على الإنجاز دون أن يؤثر ذلك على حياتها الشخصية؟ كل ذلك سنناقشه بعد هذا التقرير الذي يوضح رأي السياسيين والفنانين في عمل المرأة تحديداً. الرجل اعتاد في عالمنا الشرقي أن يلقي بأعباء الأسرة على كاهل المرأة لأنه منهمك في عمله، ولكن بعد أن أصبحت الحياة سريعة الإيقاع وكثيرة المتطلبات والضغوط ودخول المرأة الحياة العملية، هل يلعب الرجل اليوم دوراً في العمل المنزلي داخل أسرته؟ أكيد 100%، والاتكال أكثر شيء على حماتي. يعني أكيد زاد مهام البيت اللي كان بيأسخف الأمور لأدقة إذا كانت مريضة المرأة أو عندها شيء ضروري، وبجرب ساعد قد ما فيه إجمالا. يعني المرأة لها دور والرجال له دور،
ما بقدر لا. لا والله والله ما بيساعدني خواجة، بيجي يأمر بس. تيجي حميتي بتساعد بنتها كتير، وأنا متكل مشان هيك. إذا أنا كنت قاعد بالبيت ممكن ألعب الدور، بس إذا أنا عم بشتغل وهي عم تشتغل بنتقاسم الدور الاثنين مع بعض. إيه أكيد طبعا، إنه أولادي هيدول بالنتيجة. لا أكيد لا. إذا كانت مريضة وما في لابد إنه ما في إنسان يعني حدا يعيلها بالبيت غيري من أهلها بساعدها، ما عندي إشكال. أما الفنانون والسياسيون فكان لهم أيضا رأيهم في هذا الموضوع. أنا قلت أنا في حل محلة بكل شيء، لأنه بس الأم بتربية الأولاد خاصة وقت بيكونوا صغار ما حدا في حل محلة. الأمر كتير إيجابي، لأنه زوجتي والعائلة وأنا قادرين ننظم وقتنا بشكل إنه نعطي لكل أمر حقه. ما بيأثر شو بيصير ما، بالعكس هذا بيتنموا اثنين مع بعضهم وبيتفاعلوا مع بعضهم. المرأة العاملة غالبا مثلي أنا منهم، يعني أنا واحدة منهم، أنا بقوم بكل واجباتي بالبيت يعني من الألف إلى الياء بالإضافة لعملي برا البيت. كشفت الإحصاءات الأخيرة أن المرأة تقضي تقريباً 3 ساعات يومياً بالعمل المنزلي مقارنة بالرجل الذي يقضي ساعتين فقط، وهذا يدل على أن الرجل يشارك اليوم المرأة في الأعمال المنزلية ولكن بنسبة أقل. نحن ما فينا ننسى ولا لحظة أنه نحن بمجتمع ذكوري نوعاً ما، والمرأة بعد لهلأ ما كتير رغم كل المحاولات ما أخذت حقها يلي هو نفس المستوى حقوق الرجل. فالرجل عطول بحس أنه المرأة هي موجودة بس لحتى تكون ببيته، لحتى لما يكون هو فاضي تكون هي موجودة. ما أعتقدش أن أنا من النوع الذكوري للدرجات دي في العلاقة، بالعكس يعني أنا بآمن بفكرة أنه الزواج مؤسسة والمؤسسة فيها لها شريكين اثنين وهما بيدروها، ما فيش فكرة القائد الواحد والمركب اللي له قائدين بيغرق والجودة لا. لازم كل اثنين بيبقى لهم دماغ، لأن كل الناس ثقافتها مختلفة وتربيتها مختلفة ودماغها مختلفة، كل واحد يختار الشريك اللي بيتناسب معاه ويقدر ان هو يتكيف مع ظروفه. أسئلة كثيرة وإجابات تختلف بين ثقافة وأخرى، ولكن في النهاية التوازن في تحمل الأعباء من الطرفين هو الذي يؤدي إلى بناء أسرة، تلك المنظومة المتكاملة التي لا تسير إلا بالتعاون جميع أفرادها. سمعنا آراء مختلفة من الرجال، وكان في رأيين لسيدتين تقريبا هم أصالة وسيرين عبد النور، بس أنا ما فهمت كثير إذا كانوا مع أو ضد، لأنه ماني عارفة هم بيبرروا أسباب إنهم ليش بيشيلوا البيت لوحدهم، أو إنهم فعلا هم مع إنه هي تشيل الوحدة المرأة تشيل البيت كله بدون الرجال. عموما مشاهدينا خلينا نسمع رأي المستشار في تطوير الذات الأستاذ سعيد الكعبي الكتبي. سعيد الكتبي صح؟ أهلا وسهلا بك أستاذ سعيد. خليني أبدأ معك، يعني من مفهوم الضغوط، إيش مفهوم الضغوط اللي ممكن الإنسان يعني تعيق حياته فعلا تسبب له توتر في حياته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على الاستضافة. ثاني شيء إذا نتكلم عن الضغوط، ما هي الضغوط؟ حتى كلمة الضغط ما هي إلا حيلة إنسانية أو مسمى آخر للمشاكل. هي مشاكل موجودة عند الإنسان تحتاج لها حل أو اتخاذ فيها قرار معين، أو الوقت لم يكفي لعدة أدوار يعيشها الإنسان. الإنسان لأنه عنده مثلاً 8 جوانب في حياته، نعم، قد تكون أساسية وهي إذا لم تحل يعني حصل فيها حل أو يوجد لها حل، هذه الإشكالية صارت له ضغط، الطاقة مش كافية بالنسبة له، طاقته هو أداء مش كافي، موارد المالية مش كافية، أفكار مش كافية، خبرته مش كافية، تشتت، يصير عنده تشتت، يصير عنده توتر، يصير عنده نوع من التشويش ويأتي على اتخاذ القرار. القرار في حالة التشويش أو عدم التركيز يعطيك قرار خاطئ، وهو قرار لحل مشكلة صار القرار خاطئ، إذا هو وقع في مشكلة غير عن المشكلة الثانية فصارت ضغوط. هناك تقريبا 8 جوانب ترتب أو تحيط بالإنسان أدواره، الدور المهني اللي هو يسعى فيه ويأمن فيه لقمة العيش، والدور الاجتماعي يجب أن يكون إنسان حاضر اجتماعيا له أدوار كثيرة، ثم الدور الأسري، ثم الدور أو الجانب العبادي أو الرباني، ثم الدور المادي، كل هذه الأدوار تضغط على الإنسان. نتكلم عن المرأة بشكل خاص، بشكل خاص
يعني نتكلم عن الإنسان أو سواء الرجل أو المرأة. الآن المرأة بطبيعتها مخلوق رقيق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير. انظر إلى هذه جمال هذه الكلمة رفقا بالقوارير. إذن هي قارورة جميلة رائعة خلقت بالفطرة في الفردوس مالها أو في بيتها يعتبر بيتها هي الجنة. إذن هاي الوظيفة الأساسية مقابل الرجل وظيفة الأساسية هو السعي. مين وضع هذه الوظيفة الأساسية للمرأة أنها تكون في المنزل؟ الفطرة رعاية الأولاد رعاية الزوج. فهي حبا فيما في إثبات ذاتها. هذه ما هي مفاهيم اجتماعية حصلنا عليها مع عبر الزمن. هي طبعا هي خبرات متراكمة أو ثقافات متراكمة كلفت بهذه الدور وكبرت وتوغلت أكثر وأكثر. كبرت وتوغلت وصارت عرف وتحولت إلى قانون اجتماعي. بالضبط. فأنت للبيت صارت هي قبلت بهذا الشيء وقبلت بهذا الدور وعاشت هذا الدور في وظيفتها البيولوجية ثم انتقلت لتثبت ذاتها أو لتأمل لقمة العيش. نعم. في حد فقدان خصوصا مع الضغوطات المادية اللي وصلنا لها الفترة الأخيرة يعني في العالم بشكل عام. صار الرجل ما يكفي أنه هو يشتغل لوحده صار لازم المرأة يجب تشاركه. خاصة أمام العولمة والتداعيات السريعة في العصر يجب من يساند. نعم. تساند المرأة الرجل في هذا الموضوع في المصاريف المنزلية نعم صار لها الآن دورين. نعم. دور في البيت ودور برا. صحيح. فهي تكافح في كلا الجانبين. في الجانبين أي وين يأتي الضغط اللي إثبات ذاتها هذا شيء واحد لنجاحها في العمل لنجاحها كزوجة لنجاحها كأم مربية للأولاد. الرجل تقديره يطلع من كثر إنجازاته في الأرض وتحقيق إنجازاته ومشاريعه خلص. المرأة تقديرها يأتي من تقدير الرجل لها أمام كل هالضغطات تريد أن تسمع أو فعل معين يرد لها اعتبارها يرد لها تقديرها أن هي يعطيها الثقة. نعم. شو يحدث لما تعمل للمرأة عاملة وترجع كثير ما تحدث بين الأزواج للمرأة العاملة التصادم المعين خاصة في المجتمع الذكوري اللي عندنا لأن الضغوط زادت عليها ويمكن هذه كمان صارت تسبب لها انطلاق أكبر لأنه صارت المرأة يعني تعصب من الوضع اللي هي شايلة جوة البيت وشايلة بر البيت فصارت الأمور زادت جدا عليها. تعصب عليها إذا هي في حالة مرضية معينة الزوج غير متعاون معها وهي تؤدي لعملها طاقتها ثلاثة أربعة طاقتها راحت إلى جهة العمل لتحقيق جهة العمل وتحقيق لقمة العيش. طب هنا ما يجي دور الرجل إنه يعني إحنا مشينا مع الحياة وتقاسمنا الدخل تقاسمنا خارج البيت ما نتقاسم كمان داخل البيت كان هو المفترض الضغوط شوي مفترض أول ما تنزل المرأة إلى ساحة الميدان العمل يكون بينهم هناك اتفاق معين اتفاق إني أنا لن أكون لك لوحدك سيتقاسمني العمل وثم البيت فيجب أن نوضع استراتيجية معينة وأوقات معينة فيها نعوض هذا النقص. يجب أن يكون هناك في اتفاق. إذا كان فيه هناك اتفاق مثل ما سمعنا الآن لقاء معين يقول أنا وزوجتي وأولادي متفاهمين. نعم. إذا دخلوا في مرحلة تفاوض ثم تفاهموا إلى أن هي تشتغل وتعمل. نعم. أساسا هي تفرغ الضغوطات. المرأة لما سبحان الله المرأة عندها في تفريغ الضغوطات تأتي تحب تتكلم فالرجل يقول خلاص أو يعطيها الأذن الصماء أو لا يسمع لها ومن فن الحوار وفن الإنصات. نعم. أنك تسمع للمرأة وهي تتكلم لتفرغ كل هذه الشحنات. طيب ماذا عن نقطة وضع النظام وطريقة إدارة الوقت في المنزل قديش ممكن كمان تساعد المرأة؟ إدارة الوقت وضع الأولويات وضع ما هو مهم ما هو عاجل ما هو مهم جدا وما هو غير مهم بالنسبة لهذه الأمور لأن في مربع أني أنا أحط الشيء المهم غير عاجل أخطط لهذه الأمور أحط لي أهدافي سنوية أهداف شهرية أهداف أسبوعية برنامج يومي أقعد أمشي عليه وكذلك أوضع لي مساحة للأمور الطارئة أساساً أني ما أضع في ضغوطات معينة. الآن المرأة وهي تعمل تأتي ضغوطات خارجية فيجب هي مع الزوج تضع استراتيجية في تخفيف هذا التوتر تخفيف هذه الضغوطات المعينة. عندهم لما يوصل على مثلا على الويك اند يروحون خلاص عملية الفصل في علم البرمجة اللغوية العصبية هي هناك حيل نفسية أني أنا خلاص أخلص دوري من العمل أرجع إلى البيت أعمل انفصال
أنا الآن في البيت لست المرأة العاملة أو لست الموظفة أو لست المديرة المطلقة، إنما أنا الزوجة، أنا الأم، وأعيش هذا الدور. نعم. يجب أن أتخلص من سلبيات طيب. أو حتى الحماس اللي في العمل ما أنقله للبيت خلاص. نعم. طب بيصير العكس، أنت بتتكلم عن العمل كيف بيأثر على البيت، بس كيف البيت كمان الضغوطات اللي في البيت بتأثر على العمل، كيف الواحد ممكن يتخلص من هالمشكلة كمان؟ البيت إذا كان متناسقين ومتفقين وعايشين حالة من الألفة والانسجام، إنه يكون دافع للإنجاز، دافع للمرأة. طبعاً. أنا تبدع وتتميز وتكون مرأة متميزة في مجال العمل، هذا الجانب الإيجابي. أما في الجانب السلبي إذا لم تفرغ تلك الشحنات السلبية في العمل من البيت وأتت بها إلى العمل، عليها أن بعد تواجه هناك الأدوار التي عليها المدير، الأخطاء الأخرى، وهي معها الضغط، يكثر عليها الضغط. نعم. تنفجر. هناك نصيحة. في نصيحة أو تمارين باختصار إذا ممكن المرأة أو الرجل يعملوها وقت الضغوطات تزيد عليهم؟ في مثال يعني هو الشغلة، واحد يصحى الصبح يجب أن يعيش بنوع من التفاعل ولا الإيجابية. يصحى الصبح مثلا كهرباء مش موجودة، ما يمش موجود، الآن أنت أمام تحديات، يا تضحك وتكون إيجابي تقول أو شو هالحالة أو شو هالعيشة، تروح أنت بهذا التوتر على الطريق، وأنت متوتر تصدر منك سلوكيات عدوانية تجاه الآخرين. في الطريق، في الزحمة، هذا زاد نسبة التوتر. هناك أنت أول ما تصحى من النوم كانت تكون نسبة الطاقة عندك 100%. صحيت الصبح ما في ماي أو ما في شيء جعل ذوقك شيء استفزك في الطريق، شيء استفزك. أنت وصلت إلى الدوام، المدير يقول لك ليش متأخر أو ليش متأخر، وأنت تسوق بالسيارة وتفكر أنا بتأخر على الاجتماع أو وراي عليه امتحان معين، طريق زحمة وطريق زحمة. هنا وصلنا إلى الدوام، وصلت الطاقة 50%. نعم. مع النقاش الحاد من زملاء العمل أو مع المدير وصلت إلى 30. أجت المرأة العاملة أو على هذا الضغط وهي تشتغل بال30%، والخوف أن لن تنتج بشكل صحيح، تخاف من الخطأ فتقع في الخطأ. نعم. وقعت في، لأن أخذت قرار وهي في حالة توتر معين. ما هو الحل؟ المحل دائما يجب أني أركز على الكوب الماي المليان ومش الفارغ، كن إيجابي، أنظر الأمور بنظرة إيجابية وأتخلص من هاي. هناك تقنيات كثيرة، منها التنفس، منها التخيل. نعم. أكثر الأمور أن الجانب الأيسر يشتغل عندنا ونسيب الجانب الأيمن. نعم. فالتخيل أني أنا أتخيل أني أنفصل عن المشكلة وأتخلص من المشاعر السلبية وأتوكل على الله بكل تفاؤل وكل إيجابية. أكيد. يعطيك ألف عافية أستاذ سعيد، شكرا جزيلا لوجودك معنا في سيدتي. مشاهدينا للأسف انتهى وقتنا لهذه الحلقة، الغد إن شاء الله لنا لقاء يتجدد في 5:30 بتوقيت السعودية في سيدتي. دائما خليكم مع روتانا الخليجية، وإلى اللقاء.